سمو الشيوخ أيضا معسن اللقاية في أشواط التميز، أشواط النخبة، الصدارة والمقدمة، وأراهني جبارة من قادة المجموعة خليفة بن محمد بن مصبح الكتبي في متابعة وانطلاقة جبارة، تليها مع المركز الثاني أراهني حشيمة لسالب بن سعيد بن كاسب المسافري، ومع المركز الثالث من الجانب الآخر النصيبة أحمد بن بخيت بن محمد بن راشد الراشدي. نعود مع المركز الرابع والتحديات في هذه اللحظات، والتسلل من أصحابه لأحمد بن سعيد بن سالم الرميثي، والانطلاقة مع المركز الخامس جواهين من تتسلل مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الخامس بشعار عمر بن مطر بن لاحج الهاجري، ومسادسا من الجانب الاخر ارى هناك من هو لعامر بن عبد الله بن محيروم المحرمي في متابعه وانطلاقه من هو مع المركز السادس سابع التحديات، ارى هني ملوح لحربي بن محمد بن كمد العامري، ننطلق مع المركز الثامن كي ارى التحديات من الكايده لمحمد بن خلفان بالشاوي الاغفلي، وتاسعا القدوم ايضا من لطيفه لناصر بن علي بن محمد الجربوعي المري، وعاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام نكمل ندانا الاول رهني شقره مع المركز العاشر لعيسى بن محمد بن خلفان المزروعي. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، وندانا الاول للعشر المراكز الاولى، ولكن بنعود مع الصداره مع سكان المقدمة مع التحديات الرائعة والانطلاقات المثيرة في هذا الصباح الجميل. حشيمة من انطلقت بالصدارة في موقع الحشمة تنطلق بناموس هذا الشوط مع الأداء المتميز، وسالم بن سعيد بن كاسب المسافري اللي كاسب رهاني هذا الشوط ومسافر في بحر الناموس المسافري، تليها مع المركز الثاني رهني ملوح وحربي بن محمد بن كمد العامري، متابعا لانطلاقة ملوح مع المركز الثاني، جبارة تنطلق مع المركز الثالث الخليفة بن محمد بن مصبح الكتبي، ومع المركز الرابع نتابع القدوم من اصحابه لاحمد بن سعيد بن سالم الرميثي. ما شاء الله تبارك الله، الكوكب رباعية على مقدمة هذا الشوط، ومع المركز الخامس رهني ايضا شواهين لعمر بن مطر بن لاحج في متابعة وانطلاقة شواهين مع المركز الخامس، سادسا من الجانب الآخر الكايدة لمحمد بن خلفان بن شاوي الأغفلي، والانطلاقة المثير من لطيفة لناصر بن علي بن محمد الجربوعي، والانطلاق المتميز نتابع التسلل من منوة لعامر بن عبد الله بن محيروم المحرمي، بينما إذا انطلقنا مع المركز التاسع بأرى التحديات أيضا الانطلاقات من شقرة لعيسى بن محمد بن خلفان المزروعي، ومع المركز العاشر هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن أرى القدوم والتسلل من مياسة لمحمد بن عتيج بن عرضي الحميري، متابعا لانطلاقة مياسة اللي تدخلت مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الثاني والجولة الثانية مع العشر الأسامي المذوعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط، ولكن بل نعود مع الصدارة نتابع البداية المقدمة والتحديات المثيرة. ما شاء الله تبارك الله، حشيمة على رأس الحرب يا الرشوط منذ البداية مشاهدينا متابعينا الكرام، حشيمة على الصدارة، حشيمة على المقدمة، من تنطلق من تندفع بناموس هذا الشوط، سالم بن سعيد بن كاسب المسافري في متابعة وانطلاقة حشيمة، تليها مع المركز الثاني، أرى التسلل، أرى القدوم، أرى الانطلاق.
المركز الثاني أرهني ملوحة لحربي بن محمد بن كمد العامري، والانطلاق الانطلاق من أصحابه لأحمد بن سعيد بن سالم الرميثي. ولكن نتابع المركز الرابع، نتابع شواهين، نتابع شواهين عمر بن مطر بن لاحد، من يتابع انطلاق شواهين مع المركز الرابع والتحديات من شقرة لعيسى بن محمد بن خلفان المزروعي الكوكبة خماسية، التحديات مثيرة واسحاب اسحابه اسحبت ناموس هذا الشوط. انطلقت بالصدارة بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير، ولكن شواهين شواهين تنطلق بالصدارة. عمر بن مطر بن لاحد بدأ أيضا يدفع بشواهين في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية، باعدت المسافة باعدت المسافة، انطلقت انطلقت شواهين بناموس هذا الشوط. ولكن اسحابه مع المركز الثاني، مع المركز الثاني أحمد بن سعيد بن سالم الرميثي متابعا لهذا الانطلاق المثير، ولكن شواهين قفلت قفلت على مجريات هذا الشوط مع الأداء المثير مع العرض الرائع. تهانينا تهانينا لعمر بن مطر بن لاحج الشاب الواعد، ينطلق ينطلق أيضا بتحديات شواهين مع الانطلاق المثير. سلوب سلام من الدشبة، سلام تحية واحترام مع هذا الأداء المثير اللي تقدمه شواهين. تهانينا من الأعماق لعمر بن مطر بن لاحج على فوز شواهين بالمركز الأول، ولحظات وصوله إلى خط النهائي. المركز الثاني أصحابه أحمد بن سعيد بن سالم الرميثي، المركز الثالث تصر في ملوح حربي بن محمد بن كمد العامري، المركز الرابع انذار لسلطان بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، المركز الخامس التحديات من شقرة لعيسى بن محمد بن خلفان المزروعي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شواهين إلى خط النهاية. سبع دقائق 36 ثانية وثمان أجزاء من الثانية هو توقيت شواهين. تهانينا لعمر بن مطر بن لاحج على فوز شواهين بالمركز الأول، تهانينا والناموس للجميع. إلى هنا مشاهدينا متابعينا الكرام ناتي إلى ختام سباق هذا الصباح، تقبلوا تحيات الجميع، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.